طابع عمراني مميز وتحفة نادرة تواجه صعوبة التضاريس عند توسعة عاصمة الجزائر. العمارة الجسر المتواجدة بشارع كريم بلقاسم مبنى فريد من نوعه، بني في فراغ بين هضبتين متقابلتين فربط بينهما. يعتبر العمارة الجسر من أهم المنشآت الفنية على مستوى الجزائر إن لم نقل في العالم، لأنها تمثل تغلب الإنسان على الصعوبات في التضاريس الموجودة في الطبيعة. وكما هو معروف مدينة الجزائر تعتبر من أصعب لديها من أصعب التضاريس، عمارة من 7 طوابق و 82 شقة سكنية، وبما فيها 2 من الطوابق مخصصة كإدارات. جسر ثابت هو سطح هذه العمارة التي تتكون من 7 طوابق ب82 شقة، وطابق أرضي عبارة عن مرآة يتسع لحوالي 150 سيارة. ويعود تاريخ بناء هذه العمارة إلى الحقبة الاستعمارية. من أهم مميزات العمارة هي تسهيل عملية تنقل المواطنين من نهج كريم بلقاسم إلى شارع أحمد خالفي إكس بيردو سابقا، وكذلك نقطة أخرى هي عملية العزل في البناية. عملية العزل تقام بطريقة جد متكاملة، عزل حراري، عزل ضد الضجيج. لما تكون داخل البناية وهذا بشهادة السكان لا تسمع أي حركة على مستوى الجسر، وهذه نقطة مهمة جدا بما يخص هذه التحفة الهندسية التي بنيت من أكثر من 80 سنة، ولا نلاحظ على مستوى البناية أي تشققات أو أي تأثر بالعامل المدة الزمنية التي تعتبر كبيرة بالنسبة للبنايات. العمارة الجسر وحسب عدة مواقع وجرائد هي حالة توجد منها نسختان بالعالم، الأولى بالبرازيل والثانية المتواجدة بالجزائر، غير أن الأسبق من حيث التاريخ هي المتواجدة هنا بالجزائر.